السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم ويانا شرح عن الهاتف تكنو سبارك 7. طبعا قبل لا نبلش بالفيديو نحب نشكر شركة نوى اللي وفرت لنا الجهاز وسمحت لنا إنه نجربه ونسوي فيديو عليه. بدون تأخير خلونا نبلش. أول ما نلاحظ الكرتون من فوق إنه يجي وياه ستيكر ضمان 12 شهر من شركة الأجراس أو شركة بلتاتيل. من تحت راح نشوف المعلومات الرئيسية، ذاكرة 32، رام 2 جيجا بايت، طبعا هاي النسخة الوياية، كل نسخة أخرى تجيب ذاكرة 64 ورام 3 جيجا. نلاحظ هنا مكتوب اللون، اللون الوياي هو اللون الأخضر، وأيضا الضمان الـ 12 شهر. نلاحظ من الخلف أنه مذكور المواصفات الرئيسية للهاتف: بطارية 6000 ملي أمبير، وأيضا كاميرا خلفية 16 ميجا بكسل، وشاشة 6.5 إنش، طبعا تجي شاشة دوت نوتش اللي تكون على شكل القطرة. طبعا اغلب الهواتف بهالفئة السعرية تجي شاشتها يعني بهالطريقة، انه الكاميرا الخلفية الامامية تكون على شكل القطرة. نلاحظ هنا ايضا ورقة الضمان 12 شهر، طبعا بالخارج تجي 13 لكن بالعراق يجي 12 شهر. هنا الهاتف يجي مغلف، وايضا مذكور عليه اغلب المواصفات الرئيسية اللي ذكرناها قبل شوية، واللون ويانا اللون الاخضر، طبعا اللون جدا جدا عجبني، كلش حلو اللون مالته. نلاحظ باقي مكونات العلبة، طبعا يجي ويانا ويا العلبة كفر. اللي حبيته بهذا الكفر انه الكفر بلاستيك قوي، مو مثل باقي الكفرات اللي تجي سيليكون تكون ناعمة. وايضا عجبني انه طرف شفاف وطرف ايضا شوية مغبش، وشي كلش كلش حلو. نلاحظ هنا الكيبل ايضا اللي يجي على مايكرو يو اس بي، طبعا حبيت انه يجي تايب سي لكن بهالفئة السعرية يعني اعتيادي انه يجي مايكرو يو اس بي. ايضا عندنا هيدفون، نلاحظ هسه اغلب الشركات هملت الهيدفون، نلاحظ اغلب الاجهزة نشتريها ما وياها هيدفون، فشي حلو انه هاتف بهالسعر وهالفئة الاقتصادية يجي وياه هيدفون داخل العلبة. وايضا الشاحنة، طبعا شاحنة تجي 10 واط، ولان البطارية كبيرة 6000 ملي امبير ف تاخذ تقريبا من ساعتين ونص الى 3 ساعات على متشحن الهاتف. هنا ايضا نلاحظ السيم الخاص باستخراج منفذ السيم كارت، طبعا الهاتف اللي الحلو بيه انه يدعم سيم كارتين وذاكرة خارجية بنفس الوقت. والهاتف ايضا يجي بسعر من 90 الى 95 دولار للذاكرة 32 مع الرام 2 جيجا بايت. اول ما نشوف الهاتف نلاحظ الشاشة العملاقة اللي قلنا حجمها 6.5 انش، من الظهر نشوف محفور كلمة سبارك داخل الظهر وشي كلش حلو، طبعا الظهر من البلاستيك. كاميرات الخلفية الثنائية قلنا الرئيسية تجي بدقة 16 ميجا بكسل. من الاعلى طبعا ما عندنا اي شي، من الطرف الايمن عندنا ازرار التحكم بالصوت وايضا زر اطفاء وتشغيل الهاتف. من الاسفل عندنا منفذ المايكروفون ومنفذ الخاص بالشحن اللي قلنا مايكرو يو اس بي، وايضا منفذ الهيدفون. من الجانب الايسر ما عندنا اي شيء، طبعا السماعة الخارجية موجودة مع سماعة المكالمات بالاعلى، لهذا نشوف انه من الاسفل ماكو مكان خاص للهيدفون او السماعة الخارجية. من الجانب الايسر عندنا المنفذ الخاص اللي يدعم تركيب سيم كارتين، طبعا سيم كارتين يدعمون 4G، وايضا بطاقة الذاكرة الخارجية. اول ما نشغل الجهاز نشوف اول شي الشاشة العملاقة اللي قلنا تجي 6.5 انش، وايضا بدقة 720 وكثافة بكسلات 270 بكسل لكل انش. طبعا الشاشة كلش كلش عجبتني، صحيح انه دقتها قليلة لكن الوانها جدا جميلة. ملاحظتي الوحيدة للشاشة انه اضاءتها قليلة، لذلك اذا استخدمتها خارج المنزل تحت اشعة الشمس راح تواجه شوية صعوبة برؤية محتويات الشاشة، لكن الشاشة من ناحية متابعة الفيديوهات او استهلاك المحتوى جدا جميلة، مثل ما ذكرت الوانها حلوة، الوانها جدا جدا جميلة، والشاشة بحجم 6.5 انش، لذلك مشاهدة الفيديوهات راح تكون تجربة جدا جدا ممتعة بهذا الهاتف. ننتقل للحديث عن الكاميرات. مثل ما قلنا الكاميرا الخلفية تجي بدقة 16 ميجا بكسل، تدعم تصوير الفيديو لغاية دقة الفول اتش دي 1080. ايضا الكاميرا الامامية تجي بدقة 8 ميجا بكسل، والحلو بيها انه وياها فلاشين اماميات وجدا حلو نستفاد منها اثناء التقاط الصور الليلية. نشاهد بعض نماذج الصور. طبعا ملاحظتي الوحيدة انه الفوكس ما يضبط دائما من اول مرة.
أيضا نشاهد سوية فيديو نموذج من الكاميرات الخلفية. هاي تجربة الكاميرا الأمامية هاتف تكنو سبارك 7. ننتقل للحديث عن الأداء الهاتف. طبعا الهاتف اجى ويا معالج الميديا تك هيليو اي 25، معالج لا بأس بيه بهالفئة السعرية، وايضا جربت اني بلعبة بوبجي انطاني سموث بفريمات ميديم، طبعا كلش مقبول بالنسبة لهالفئة السعرية. طبعا اغلبية الاشخاص اللي يشترون هالهاتف يشتروه يا اما الاطفال او جهاز ثانوي لهم، فجدا جدا مقبول. ايضا للاستخدام الاعتيادي، تقليب التطبيقات، تصفح الفيسبوك او استخدام البرامج التواصل الاجتماعي الرئيسية راح يكون جدا مميز يعني. وايضا اللي يساعد هالهاتف انه يجي اندرويد 11 نسخة الجو اديشن، طبعا هاي النسخة تكون اندرويد مخفف، فبمساعدة الذاكرة 32 والرام 2 جيجا بايت، وايضا مع المعالج الهيليو اي 25 انطاني اداء جدا مميز باستخدام التطبيقات الاعتيادية وسائل التواصل الاجتماعي، ما واجهت بي اي مشاكل. ولهنا اكون خلصنا الفيديو وشرح عن الهاتف، اتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله نلقاكم في فيديو قريب، ومع السلامة.